أخبار اليوم. أنا بتوجه بكل الشكر طبعا لوكيل وزارة التموين، وكيل وزارة الزراعة، مدير مدرسة الطرق، رئيس مجلس مدينة الزقازيق، مدير الشارع العقاري اللي موجود عندنا هنا في الزقازيق، رئيس الوحدة المحلية بالعسلوطي. أنا شكرت كل الناس، وكل الناس بذل مجهود ومجهود رائع يعني، ولكن الناس دي ليها مواقف بس خلال هذا الشهر اوفر شوية. يمكن مثلا بنتكلم في التموين، يمكن من الساعة 7 الصبح لغاية الساعة 1 2 بالليل كل يوم على الله عشان مشاكل توريد الأمر.